السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية. اليوم بإذن الله سنبدأ مع كتاب اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي مع نص فهم المنطوق. النص المقطع الأول المقطع الأول القيم الإنسانية. الوحدة الأولى وهي درسنا لهذا اليوم رفاق المدرسة. نص فهم المنطوق هو الصداقة الحق. نبدأ أول شيء بقراءة النص. نص فهم المنطوق الصداقة الحق. أسهل، يقرأ التلميذ. الصداقة هي الألفة المتبادلة بين الأصدقاء، وإذا انعقدت منذ الصغر كتب لها البقاء وكانت من خير أنواع الصداقة. والصداقة الحق كما يقول الحكماء لا تقوم إلا على الأخلاق الفاضلة التي يعامل بها كل صديق صديق. أصدقاؤك أيها التلميذ هم رفاقك وأعوانك في المدرسة وغيرها، يلازمونك في السراء والضراء ويدخلون عليك السرور وتجد فيهم مساعدا وأمينا ومسليا. لذلك عليك أن تختارهم من المخلصين الذين إن صحبتهم أحسنوا إليك، إن غبت عنهم افتقدوك، وإن أخطأت أرشدوك. ممتاز، نبدأ بشرح معنى النص. الصداقة هي الألفة المتبادلة بين الأصدقاء، وإذ انعقدت منذ الصغر كتب لها البقاء وكانت من خير أنواع الصداقة. الفقرة الأولى لهذا النص تعني الصداقة هي الألفة والمحبة التي نتبادلها مع أصدقائنا. والصداقة إذا بدأناها منذ الصغر تبقى إلى الكبر، يعني تبقى هذا الصديق مثال من عمرك 3 سنوات إلى أن يصير عمرك مثال ما حتى تموت. والصداقة الحق كما يقول الحكماء، يعني يقول حكماء اللغة العربية وعلماء اللغة العربية، لا تقوم إلا على الأخلاق الفاضلة، يعني تقوم إلا على الأخلاق الحسنة، يعني يجب أن يتصف كل صديق بالأخلاق الحسنة والفاضلة التي يجب أن تعامل بها صديقك. الفقرة الثالثة أصدقاؤك أيها التلميذ هم رفاقك وأعوانك في المدرسة وغيرها. يعني الأصدقاء للتلميذ هم رفاقه وأعوانه في المدرسة وغيرها من الأماكن العامة. يعني رفاقك يعني هم أصحابك وأعوانك، يعاونوك في كل شيء تحتاج فيه إلى المساعدة في المدرسة وغيرها من الأماكن العامة. يلازمونك في السراء والضراء، يعني يلازمونك في كل أوقاتك، مهما كانت صعبة أو سهلة، في كل أوقاتك. ويدخلون عليك السرور، يدخلون عليك السعادة والبهج، وتجد فيهم مساعدا وأمينا ومسليا، يعني أصدقائك هم مساعدون لك وآمنون لأسرارك ومسليون لك. لذلك عليك أن تختارهم من المخلصين، يجب أن تختار أصدقائك من المخلصين الذين يتصفون بالصدق والمساعدة ويساعدونك في السراء والضراء
ولا يكذبون عليك ولا يفشون أسرارك. هذه هي الصفات التي يجب أن يتصف بها كل صديق. الذين إن صحبتهم أحسنوا إليك، يعني إذا صحب هذا الصديق يحسن إليك ولا يسيء إليك، وإن غبت عنهم افتقدوك، يعني إن تغيب عنهم يقولون ما به، لماذا جاء لم يجيء، هل تعرض لحادث أو هو مريض، فيزورونك في المنزل. هناك الدروس التي فعلوها في الحصة، وإن أخطأت أرشدوك، يعني إذا تخطئ يرشدوك إلى الطريق الصحيح. هذا هو معنى النص. أستمع وأجيب، أستمع وأجيب. الأسئلة هي: السؤال الأول، اشرح وناقش مع زملائك قول الكاتب: إذا انعقدت الصداقة منذ الصغر كتب لها البقاء وكانت من خير أنواع الصداقة. نستمع إلى إجابة التلميذ. إذا بدأت الصداقة منذ الصغر تبقى إلى الكبر. ممتاز. هذا صحيح. هذه هي الإجابة. السؤال الثاني، ما رأيك في صديق يوافقك ويشجعك على كل عمل تقوم به، سواء كان خاطئا أو صائبا؟ نستمع إلى إجابة التلميذ. أعتبر هذا الصديق غير جيد وغير مخلص. نعم، أعتبر هذا الصديق غير جيد وغير مخلص. ننتقل إلى السؤال الموالي، هل تعتبره صديقا حقيقيا؟ يعني هل تعتبر هذا الصديق صديق حقيقي؟ أعتبر هذا الصديق صديقا حقيقيا. غير حقيقي. نعم، نعتبر هذا الصديق غير حقيقي. ولماذا لا تعتبر هذا الصديق صديق غير حقيقي؟ أعتبر هذا الصديق غير حقيقي لأنه لا يتصف بالصفات والأخلاق الجيدة. نعم، نعتبر هذا الصديق صديق غير حقيقي لأنه مثلا يرشدك إلى جميع الأعلام، سواء كانت خاطئة جدا أو تعرضك إلى حادث وأعمال صائبة، لا بأس، هو لا يعلم أصلا هو في مخيلته أنك لست صديقه المقرب وصديقه الحقيقي. لذلك يجب أنت أيضا أن تعتبر هذا الصديق غير حقيقي لأنه لا يتصف بالصفات والأخلاق الجيدة. نعم، نكمل السؤال الموالي، وهو: وعبر عن المشهد. هل حدث وأن كان لك صديق وقع في مشكل وأعنته وساعدته على حله؟ احكي ذلك لزملائك. نترك بعض الوقت للتفكير. نترك بعض الوقت. نعم، نجيب.
نعم، في مرة وأنا كنت في البيت في المدرسة، غاب صديقي عن المدرسة، فذهبت إلى البيت فوجدت أمه وقالت لي إنه مريض، فنقلت له الامتحان، الدروس والواجبات التي أعطى ما إليه المعلم. نعم، هذه مشكلة تعرض إليها صديقك وأعنته وساعدته على حله، وهذه تعتبر من الصفات التي يجب أن يتصف بها كل صديق. الآن ننتقل إلى كتاب القراءة. أشاهد وأتحدث. استحضر ما سمعت في النص وعبر عن المشهد. ألاحظ في هذه الصورة تلميذا مكسور اليد وأصدقاؤه منهم من يسلمونه ويخففون عنه الآلام، وأحد من الأصدقاء يقرأ عليه الكتاب. نعم، الإجابة صحيحة. التعبير عن الصورة، ألاحظ في هذه الصورة تلميذ مكسور اليد وأصدقاء منهم يسلمونه ويخففون عنه الألم، وأحد من أصدقائه يقرأ عليه الكتاب. ننتقل إلى السؤال الموالي. استعمل الصيغة. الصيغة التي سندرسها في هذه الوحدة هي صيغة لذلك. صيغة لذلك، سنستعمل صيغة لذلك. أصدقاؤك أيها التلميذ هم رفاقك وأعوانك في المدرسة وغيرها، يلازمونك في السراء والضراء، يدخلون عليك السرور، تجد فيهم مساعدا وأمينا ومسليا. لذلك، هنا نجد كلمة لذلك، عليك أن تختارهم من المخلصين. هنا أن نقول نضع إلى هذه الجملة، نحن من تجد إلى من المخلصين. قال تجد فيهم مساعدا وأمينا ومسلما، أعطوك صفات الصديق. لذلك عليك أن تختارهم من المخلصين. لذلك كأنك تقول يجب عليك أن تختارهم من المخلصين. أمي مثال، أمي تتعب كثيرا في أعمال البيت، لذلك يجب على لذلك علينا أن نساعدها. كما نقول أمي تتعب كثيرا في أعمال البيت، يجب علينا أن نساعدها. هذه هي معنى صيغة لذلك. لدينا تمارين، وهو يقول عبر عن الوضعيات التالية مستعملا لذلك. نستمع إلى إجابة التلميذ. الصداقة من جد، الصدق من جد، لذلك أنا صادق. نعم، الاعتراف بالخطأ فضيلة، أراجع تصرفاتي كل يوم. الاعتراف بالخطأ فضيلة، لذلك أراجع تصرفاتي كل يوم. نعم، المنافسة الشريفة تدفعنا للأمام، أجتهد أكثر ولا أحسن. المنافسة الشريفة تدفعنا إلى الأمام، لذلك أجتهد أكثر ولا أحسن. لم يستطع الشيخ قطع الطريق، ساعدته. لم يستطع الشيخ قطع الطريق، لذلك ساعدته. غاب زميلي عن المدرسة، نقلت له الدروس. غاب زميلي عن المدرسة، لذلك نقلت له الدروس. لم ينجز واجبه، شعر بالخجل. لم ينجز واجبه، واجباته، لذلك شعر بالخجل. الكذب حرام، لا أكذب. الكذب حرام، لذلك لا أكذب. نعم، الإجابة مكتوبة هنا. نكمل. التمارين التالي، وهو قل جملا على المنوال التالي. في العجلة الندامة، لذلك لا تتسرع.
الذهاب إلى تونس رحلة جميلة، لذلك أذهب إليها. نعم، أكمل. الدراسة شيء مفيد، لذلك أنا أدرس وأجتهد. أكمل. الحر شديد، الحر شديد في الصيف، لذلك نستعمل المروحة. نعم، كل تلك الجمل جمل صحيحة، استعملنا فيها الصيغة، لذلك يمكن لأي أحد أن يكتب هذه الصيغ، يكتب جمل بهذه الصيغة. نعم، سنكتب مثال واحد فقط عن هذه الجمل. سنكتب مثال: الذهاب إلى تونس رحلة جميلة، لذلك سأذهب إليها. نعم، نكمل. آخر شيء في درس اليوم وهو أنتي الشفوية. أخبرك زميلك بأنه سيتغيب عن المدرسة مساء ليشاهد مباراة كرة القدم للفريق الوطني الخاص بتصفيات كأس إفريقيا. ما رأيك التصرف؟ أرى بأن هذا التصرف تصرف خاطئ وشنيع. نعم، وسيتحجج لدى المعلمة بأنه كان مريضا. ما رأيك في هذا التصرف؟ هذا التصرف تصرف ليس جيد وتصرف كاذب. حرمك لتفعل مثله، لكنك نهرته وأخبرته بأن حبل الكذب قصير جدا وبأن الدراسة أهم بكثير من المباراة. ما رأيك في هذا التصرف؟ هذا التصرف تصرف جيد. نعم، احكي لزملائك كيف أقنعته بالعدول عن هذا الأمر الشنيع. نترك الإجابة للمتابعين وأقول لكم بعض الأشياء التي تستطيعون أن توظفوها في فقراتكم. يعني يمكنكم أن تضعوا بعض الأمثال كأن حبل الكذب قصير جدا، هذا إحدى الأمثال. أو تقولون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زال الرجل يكذب حتى يصبح عند الله كذابا. هذه من الأمثال التي تستطيعون أن تكتبوها في فقراتكم. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.